عامل ايه يا جو؟ انت عامل لي مفاجأة؟ والله بخير الحمد بقول لله. لك مفاجآت يا جو والله. ما فيش كبير في ام السجن ده ولا ايه؟ قريب ايه؟ تعالى انت خير حمد. المفاجأة، اتفرجوا على المفاجأة يا لاوي. يا عظمته يا عظمته يا عظمته، حاجة بس دي هتبقى صباحية مباركة. الحمد لله هعرف الاقيك. راحت الكيس يا شيك، راحت الكيس. ده ايه اللي انت بترشه؟ ده شاي. شاي لو النبي. معذور بردك. ايوه معذور، وليس على المعذور. انا ما صورت بقى، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله العظيم ربنا يوفقك يا يوسف بجد، والله موهوب موهبه غير عاديه، انت عاملها حيه. يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات، هيجي لنا هنا بعربيته. هي فات سمتك والله العظيم بجد، بسم الله ما شاء الله عليك. يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن حبيبي، انا شرف ليا والله يا جو، والله العظيم نورت الدنيا كلها. انت كانت مثل ما بين النور كده، وصوتك جر مواله. الله لا يوفقهم اللي حرموني منه. ما طابني شرب وزاد، اصبر وصبري ما فات. عيا زماني يا ويلحالي يا ويلحالي. يا سلام يا فنان يا مبدع، شكرا على هالاهداء الفخم. كيف شفتني يا طبع؟ نفس الضحكة يا يمه. امشي الضحكة. الله يمدح يا يوسف، اقسم بالله. جو انت من مصر صح؟ ايوه على انت بتشتغل ايه يوسف اصلا؟ هنقولها ايه؟ جوزيف. يوسف خوري. يوسف خوري. يوسف خوري. لا عندك والله العظيم، عندك التالنت جدا كويس. ملامحه ماما نايف معاك. تسلم ايديك. يلا اكتب. ما تتنرفزيش عليا. اكتب. حلو اكتب اهو. تسلم ايدك يا يوسف، حلوة جدا. وعندك على فكرة التالنت، ربنا معاك، ربنا يوفقك دايما يا رب. باي باي. هخرج عشان ما تعرفيش تخرجي صح؟ حلوة. يلا اتفضل. ربنا يخليك. باي باي.